بالنسبة لأبرز الأحداث الشهرية السلبية والإيجابية وتحركات الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية بالشهر الثامن شهر آب أغسطس 2022. للأسف الأخبار هيدا الشهر منا مطمنة، أخبار فلكية بتهدد بانعطاف مظلم مع دخول كوكب المريخ لبرج الجوزاء اعتبارا من تاريخ 20 آب أغسطس، حتى يستقر فيه استثنائيا حتى آخر السنة، وبيكون مفعوله سلبي على العالم بكامله وبيشير لأزمات وحروب وأمراض مفاجئة. كمان بعد تداعيات كوكب المشتري من برج الحمل عم بشكل دورة فلكية استثنائية وأحداث صادمة بتلوح بحروب ونزاعات واضطرابات سياسية أمنية بتهدد العالم، والخبر المقلق هو التراجع الاقتصادي وفقدان الكثير من المواد الغذائية الأساسية لكل بيت. أزمات كثيرة بتلوح بالأفق، أزمات تفاقمت مع لحظة دخول المشتري إلى الحمل منذ بداية شهر أيار مايو ورح تستمر حتى تشرين الأول أكتوبر، يعني بتطبع بصمتها على السنوات القادمة اقتصاديا وسياسيا. هيدا للأسف مرحلة صعبة علينا أنه نتحضر لها، مرحلة بتشير لاستحقاق عالم جديد بشكل انعطاف سياسي واجتماعي مهم بيسبب تغيرات سريعة وانقلابات ممكن تحصل ومفاجآت بتعني ثورة اجتماعية أو دينية وعملية اغتيال أو اعتقالات ومواجهات عنيفة وصدمات واحتلالات وغزوات، وممكن تحصل تغيرات سياسية ضخمة ومجازر. هذا التنافر الفلكي بيشير لانقلابات وثورات كبيرة وحروب ممكن تعم العالم. بالنسبة لتنقلات الكواكب بهذا الشهر، الخبر الأبرز انتقال الزهرة من السرطان للأسد اعتبارا من تاريخ 12 آب، وبيشهد انتقال عطارد أيضا للعذراء اعتبارا من تاريخ 5 آب، والحدث الأهم والأهم هو انتقال المريخ إلى الجوزاء اعتبارا من تاريخ 20 آب ليستقر في استثنائيا لنهاية السنة وبشكل مربع فلكي مع المشتري يلي بيدخل برج الحوت اعتبارا من شهر تشرين الثاني نوفمبر. ولابد من مراجعة حسابات كوكب زحل المتراجع ببرج الدلو من تاريخ 5 حزيران يونيو حتى تاريخ 24 تشرين الأول أكتوبر، يلي بيسبب بخوف وهلع من انتشار وباء جديد أو ظهور فيروس ما في له علاج. كمان رح تدخل الشمس لبرج العذراء اعتبارا من تاريخ 23 آب أغسطس، وبتحمل مع النجاح والازدهار لمواليد الأبراج الترابية العذراء بالطليعة الثور والجدي. أما بالنسبة لأحداثنا وأخبارنا الفلكية عن هالأسبوع، أحداث كتير بتطبع هالأسبوع المهم. الحدث الأول وجود كوكب عطارد ببرج الأسد، تتحسنت التنقلات والمواصلات والتواصل والسفر والمعاملات القانونية والإدارية والملفات العالقة لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس. الحدث الثاني وجود الزهرة ببرج السرطان، ما يعني الكثير من الطاقة الإيجابية والمفاجآت الحلوة والعاطفية والازدهار والتغيير الإيجابي والحماسة الكثيرة لتدفع مواليد السرطان العقرب والحوت للقيام بخيارات مهمة ولتحديد أولوياتهم. كمان في عنا حدث مهم هو وجود المريخ ببرج الثور لجانب أورانوس، ووجود المريخ ببرج الثور بيعني المزيد من العنف أو الانفعال أو حوادث عابرة، لكنها رح تكون تجارب صعبة بتترك أثرها دايما بحياة مواليد الثور. الأسد العقرب والدلو بده يتجنبوا التواجد بأماكن صعبة أو متوترة يلي بتشهد مظاهر عنف، كمان رح يتذمروا من وعكة صحية بترافقهم ارتفاع الحرارة أو التهابات. كمان في عنا حدث مهم هو المربع بين القمر ببرج الأسد يلي رح تكون مواليد الأبراج النارية أمام تطورات مهمة، أخبار إيجابية بتتعلق بالسفر والعمل والمكاسب المالية، بتتوضح نتائج الامتحانات الأكاديمية والمدرسية الناجحة. بالنسبة لحركة الكواكب، الشمس وعطارد بالأسد، الزهرة ببرج السرطان، المشتري بالحمل، زحل متراجع بالدلو، بلوتو بالجدي، المريخ وأورانوس بالثور. أما حركة القمر رح تكون على الشكل التالي، بتسيطر على بداية الأسبوع أجواء نارية مع وجود القمر الجديد ببرج الأسد نهار السبت، وبينتقل من بعدها لبرج العذراء بين الأحد والثلاثة ثلاثة أيام، بيحملوا أجواء ترابية واعدة بخلي مواليد الأبراج العذراء والعذراء والثور والجدي ينعموا بحظوظ داعمة وظروف مؤيدة جدا، وبيعني الكثير من الحظ حتى يبلشوا معهم صفحة جديدة حافلة بالتقدم والازدهار. كمان بينتقل القمر من بعدها لبرج الميزان الهوائي يومي الأربعاء والخميس، وبيحمل معه أجواء هوائية ممتازة، فترة واعدة بالجديد والأفضل، بتقدموا بسرعة نحو النجاح كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو. بنختم الأسبوع نهار جمعة مع وجود القمر أو مع دخول القمر لبرج العقرب يلي بشكل مربع فلكي مع الشمس من الأسد، بخلي مواليد العقرب أشخاص جريئين واسئين من قراراتهم وقدراتهم، ببلشوا عمل جديد وبتحمسوا للانطلاق بمرحلة جديدة.
اكيد بدنا نحيي كل مواليد هيدا الاسبوع، هابي بيرثدي وعقبال 100 سنه من النجاح يلي بانتظارهم سنه مميزه، في عندهم ظروف مشجعه بتعطيهم اشارات واضحه بضروره التحرك والتقدم، ما توقف مكتف ايديك عزيزي الاسد. الفتره الواقعه بين ايار مايو وتشرين الاول اكتوبر هي الفتره الاكثر حظا، بتقلب بعض المقاييس بوضعك المهني وحتى العائلي، بحاول انك تستشير اصحاب الاختصاص حتى تقدم على خطوه كبيره، اتحرك لانه التحرك ضروري، لكن من الحكمة انك تكون عم تتحرك بطريقة ذكية ومدروسة. بيتمتع مولود الاسد بقدرة فكرية كبيرة بمجاله المهني وبيكون ناجح بمعالجة الامور الطارئة، بيقدر يملك القدرة على اقناع الاخرين بافكاره ومواقفه ووجهات نظره. انسان مميز بهيدي السنة رح يكون مولود الاسد يلي بتحمل سنة الفرص، بحظى مواليد الاسد على المستوى الشخصي والاجتماعي بفرص جيدة، ولحسن الحظ انك رح تلاقي الكثير من الفرص خلال هيدي السنة. شهر اب اغسطس الحالي رح يكون فترة ممتازة بتدر عليك ارباح ومكاسب كبيرة، لكن بدك تكون حذر، في عندك اعداء النجاح والمنافسين بطريقك رح يحاولوا افساد خططك او يحاربوك بشتى الطرق، اغلبهم بيشتغل بمناصب سلطة ووظائف حكومية عالية، مشان هيك عزيزي الاسد ما تستسلم. اما بالنسبة للحياة العاطفية رح تباشر بعلاقة غرامية بتبلش بالتطور مع بداية شهر نيسان أبريل وشهر آب أغسطس، أفضل أشهر للانسجام العاطفي الكبير والزواج أو الخطوبة. مولود الأسد بيتفق بالشغل مع مواليد الأسد الدلو، وألف مبروك بالتوفيق يا رب للجميع.